بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصلاة سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم في هذا الفيديو على حل اختبار تراكمي 4 حتى الدرس الأول، يعني من عند ما احنا واقفين في الدرس الرابع، يعني لم الأول الكتاب. في هذا الاختبار بقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س زائد 3 هي إيه اللي هيخلي الدالة دي بصفر؟ طبعا زي ما احنا شفنا هنساوي الكلام ده بصفر، هتبقى 3 بتساوي سالك 3، يبقى مجموعة. خلي بالك بقى في حاجة حاطيلك ح، وح فرق 3 ده مش الأصفار، دي حاجة تانية هناخدها في الدرس القادم إن شاء الله. هي هتبقى مين؟ س بتساوي سالب 3. مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع زائد 9 هي، طبعا انت هتقول ان س تربيع زائد 9 بتساوي صفر، ومنها هتبقى س تربيع بتساوي سالب 9. طب سالب 9 دي ملهاش بذور لان هتبقى تحت الجذر بإشارة سالب، فهيبقى مجموعة الأصفار بفاعل. طيب السؤال الثالث، إذا كانت مجموعة حل المعادلة س تربيع ناقص أ س زائد 4 بتساوي صفر في ح هي سالب 3، دي مجموعة الحل، فعاوزين قيمة أ، يعني أنت بتحل المعادلة حلها بسالب 2، سالب 2، يبقى سالب 2 ده بيحقق لي المعادلة، عوضت بقى في الطرف الأيمن بيساوي صفر المفروض. فعلشان كده احنا بنعوض عن س بسالب 2 عشان نجيب الالف اللي هتخلي كل ده بيساوي صفر. هنعوض عن سالب 2 في س، تبقى س تربيع سالب سالب موجب 2 في 2 ب 4، سالب اللي دي في سالب، لان حضرت سالب 1 في سالب بموجب 2، سالب 2 في سالب بموجب 2 الف، انا شلت س حطيت مكانها سالب 2 زائد 4 بتساوي صفر. 4 و4 8 يبقى 2 أ بيساوي سالب 8، عشان 8 بتروح جنب الصفر تبقى سالب 8، نقسم على 2 تبقى أ بتساوي سالب 4، يبقى أ اللي هتخلي الدالة دي بصفر عند سالب س بسالب 2 هي اللي هتكون بتساوي سالب 4. مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع ناقص 3 ناقص 3، هنساوي الكلام ده بالصفر، وهنقول بقى إن س تربيع بتساوي 3، يبقى إذا س بتساوي زائد أو ناقص. لما تيجي تجيب جذر التربيع لأي حاجة لازم يكون زائد أو ناقص، وعرفنا ليه زائد وليه ناقص الاتنين، علشان أنت بتضرب موجب في موجب بموجب، سالب سالب بموجب كمان، فبيدي نفس النتيجة اللي هي التلاتة، يبقى دي بتساوي زائد أو ناقص جذر 3. شوف السؤال الخامس، إذا كانت س ص بتساوي س تربيع ص ناقص س ص تربيع بتساوي 6، س ص بتساوي 3 و س تربيع ص ناقص س ص تربيع بتساوي 6، فإن س سالب ص بكام؟ لو أنت لاحظت حاجة هنا، طبعا أنت ممكن تقول س بتساوي 3 على ص وتعوض، وهتجيب س وص وتعوض عن س وعن ص، لكن أنت لو فكرت شوية، لو أخدت عامل مشترك هنا، العامل المشترك الأعلى هيبقى س ص، اقسم س تربيع على ص س تربيع ص على س ص هتدي لي س، سالب على موجب سالب س ص تربيع على س ص هتديني ص بتساوي 6. هو عاوز مين؟ عاوز س ص اللي هي دي، وعطيني مين؟ عطيني س في ص، يبقى التحليل ده افادني ان انا بحل المساله بسرعه كبيره جدا. هو عطيني س ص ب 3، يبقى هنا 3 في س سالب ص، هسيبها زي ما هي دي اللي انا عايز احسبها، ونقسم على 3 هتبقى س سالب ص بتساوي على 3 في الواحد
على 3 فال2 يبقى س سالب ص بتساوي 2. مجموع حل المعادلتين س زائد 2 ص بتساوي صفر و 2 س سالب 3 ص بتساوي صفر في ح في ح هي هنا 2 س سالب 3 ص، هنا س زائد 2 ص بتساوي صفر. تلاحظ ان احنا ممكن نحل المعادلتين دول لو انا ضربت المعادلة دهيت في 2 وطرحت، اضرب الاولى في 2 نكتبها، نضرب في سالب 2 اضرب في سالب 2 ونجمع، نضرب هنا في سالب 2 س في سالب 2 سالب 2 س، سالب في موجب بسالب 2 في 3 ب6 ص بتساوي صفر. اجمع كده دي كده بصفر، يبقى باقي عندي ايه؟ سالب 3 ص سالب 6 س بتدي سالب 9، سالب 3 ص سالب 6 ص بتساوي سالب 9 ص، الكلام ده بيساوي صفر، ومنها الص هتساوي صفر. ولو عوضت عن ص هنا بصفر هتدي س بصفر، يبقى اذا مجموعة الحل هي صفر وصفر. إذا كانت مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي أ س تربيع ناقص ب س زائد 15 هي 3 و 5، أوجد قيمة كل من أ و ب. إذا كانت مجموعة أصفار الدالة دي هي 3 و5، يبقى بعوض عن 3 بصفر بمرة وأقول إنها بتساوي صفر، إنها بتخليها صفرية، يبقى عوض عن السين ب3، يبقى 3 في 3 9 أ زائد 3 ب زائد 15 بيساوي صفر. طيب التانية هنعوض عن 5، 25 ألف زائد 5 ب زائد 15 بيساوي صفر. نحل بقى المعادلتين، نضرب دي في 5 ونضرب ديت في سالب 3 ونجمع 5 في 9 خمسة في 9 45 ألف، 3 في 5 15 ب، 5 في 15 45 بتساوي صفر، سالب 3 في 25 سالب 75 زائد سالب في موجب سالب 3 في موجب 5 ب سالب 15 ب، سالب 3 في 15 سالب 45، الكلام ده يساوي صفر. اجمع ليها الاتنين دول كده دي 75 ألف، ده من ده بيديني 30 بالسالب ألف، 30 ألف، 5 من 5 4 من 7 3 ألف، ده مع ده بصفر وده مع ده بصفر، يبقى الكلام ده بيساوي صفر، ومنها الألف هتساوي صفر. نعوض في المعادلة الأولى قبل الضرب، هيبقى 9 في صفر بصفر زائد 3 ب زائد 15 بتساوي صفر، يعني 3 ب بتساوي سالب 15، يعني ب هتساوي سالب 5، وألف بتساوي صفر. يبقى اذا الف وباء لو عاوز قيمهم بس، يبقى نقول له الف بصفر وباء بسالب 5. السؤال بعد كده، اذا كانت ص د اصفار الداله اصفار الداله د بتساوي 5، يعني القيم اللي هتيجي على الدالة بصفر عند س بخمس،
ودال س هي دي اوجد قيمة ألف، بتعوض بقى عن ألف ب عن س بخمسة، يبقى خمسة في خمسة في خمسة ب 125، ناقص خمسة في خمسة ب 25 في تلاتة ب 75، زائد ألف بتساوي صفر، ده ما عدا ب 50 زائد ألف بتساوي صفر، يعني ألف هتساوي -50. كده جبت له قيمة ألف. ده السؤال الأخير في الاختبار. عدد مكون من رقمين، اتفقنا لو عندي مثلا 65 هي عبارة عن 5 زائد 6 في 10، فلو عندي رقم اسمه س ص هو عبارة عن س زائد 10 ص، على ان ده رقم، مش على طول س ص بتساوي الكلام ده، لا، ده اذا افترضت ان الخمسة هي الس والستة هي الص، بكتبها بالشكل ده. طب هو بيقول عدد مكون من رقمين، رقم احاده ضعف رقم عشراته، الاحاد اللي هو الس، قد العشرات مرتين، يبقى 2 ص بيساوي 2 ص. فإذا كان حاصل ضرب الرقمين يعني س في ص بيساوي ثلث العدد الأصلي اللي هو اللي أنا فرضته ده، اللي هو س زائد 10 ص. تمام، عاوزين بقى نجيب العدد، فما هو العدد؟ هنشيل س ونحط مكانها 2 ص، يبقى 2 ص في ص ب 2 ص تربيع، بتساوي تلت في 2 ص زائد 10 ص، يبقى بتساوي، يبقى تلت ص تربيع بتساوي 2 ص في تلت، 2 ص تربيع بتساوي تلت في 2 ص، فأنا شيلت الس وحطيت 2 ص زائد 10 ص تربيع، يبقى بتساوي 2 و10 12 ص، 12 ص على 3، يعني تلت في 12 ص على 3. فالواحد على 3 فالأربع، دي 2 ص تربيع على 2، فالواحد على 2 فالاتنين، الصاد مع التربيع، يبقى بقى عند الصاد بتساوي 2. طب عاوز سين، يبقى سين بتساوي 2 في ص، 2 في 4 في 2 ب 4، يبقى العدد اسمه ايه؟ 4 زائد 2 في 10، يعني ب 20، يعني بيساوي 24، ده العدد فعلا. بقول لك اهو، احاده ضعف عشراته، دي 2 دي 4 قد الاتنين مرتين. كده يبقى خلصنا الاختبار التراكمي رقم 4، ونرجو منكم المشاركة وإبداء الملاحظات أو غير ذلك، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.